مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور شو. الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس تكون في أسمى حالاتها حين يعبر الفنان بريشته وألوانه ومنحوتاته وقلمه عن ذلك الإحساس. ضيفنا اليوم من العراق الأستاذة نور تشلبي، نرحب فيها مع بعض. أهلا وسهلا فيك أستاذة نور في برنامج نور شو. أهلا وسهلا فيكم. أستاذة نور، هل ترسمي بتوترات عالمك الداخلي؟ طبعا أكيد، مش بس أنا، الفنانين على الأغلب، وأنا منهم طبعا. أنا بنت فنان وبنت عائلة فنية. تعلمت شيء، أنه كل ما كنت أنا وصغيرة بعصب، بتضايق، بفرح، لازم أرسم، أعبر عن الشعور اللي مريت به أو الموقف اللي مريت به، سواء كان حزين أو سعيد أو like this. فأكيد الفنان يعبر عن كل شيء بيحس به. يعني أنا أحيانا مثلا أرجع على البيت تعبانة، بس طلع ورقة وقلم وأظل أخطط بدون شعور، ألاقي لوحة حلوة وبيها مشاعر وبيها إحساس كلش حلو، ما كنت أتوقع على هذا التعب اللي أنا بيه راح أطلع هيك نتيجة. وأني بعادتي من أكون تعبانة أطلع نتيجة أحلى مما أني أكون مروقة ومزاج. الواحد بس يكون بفكر بشغلة بتتعثر شوية، ما تجي هيك عفوية عفوية بتكون أجمل بكتير، يعني بشكل سلس، وهيك الخط بيطلع أحلى أحلى بكتير من أنه أنا جاية مشان أرسم. حتى عادة الفنان لما نقول أنه فنان عنده موهبة، غير أنه فنان دارس الأكاديمية. تمام. الدارس الأكاديمية هذا معلم كيف يرسم الخط وكيف يحط اللون القياسات وكيف يخلط الألوان بالضبط. تماما. هذا معلم. لكن لما يكون ابن عائلة فنية بيكون وعنده بالفطرة. حس فني بالفطرة. بيكون عنده اتاتشمنت يختلف تماما عن الفنان الأكاديمي. تماما. فأني مش أكاديمية، أنا خرجة أكاديمية طبعا لموهبتي. أنا حبيت أدخل معهد فنون جميلة وأكاديمية فنون جميلة، بلشت بها بال2003، تخرجت 2000 في وقت 2013 تخرجت من جامعة ومعهد، معهد دبلوم عالي وجامعة أكاديمية الفنون جميلة. كنت من المتفوقين لأنه أني بنت فنانين، أنه أني عايشة ببيت عائلتي كلها بترسم. مو عائلتي، أنا جدي الله يرحمه أشرف التشلبي أبو والدتي من الفنانين اللي بالفطرة، ما له علاقه بالدراسه الفنيه، لكن كان من كان رسام محترف جدا، لدرجه انه يقال عن لوحاته انه هي فوتوشوب، لدرجه النقل الدقيق والعمل الدقيق. اني فنانه مثله، لكن ما مشيت بالمجال اللي هو المشبي. هو يحب المدرسه الواقعيه. المدرسه الواقعيه تتكلم عن انه الفنان كيف يكون ينقل اللوحه بما انزلت تماما، مثل الصوره تماما. طيب الآن بدنا نتعرف من هي نور. نور هي الطفلة المشاكسة اللي تحب تطلع أشياء جديدة. أنا ما أحب أكون إنسانة تقليدية، مع العلم جدي فنان، لكن أنا كنت إنسانة غير تقليدية، ما أرسم بالمجال اللي هو يرسم به. أنا أحب المدارس السريالية اللي هي المدرسة اللي ترسم. أنا اليوم شفت نور وحبيت أرسم النور، ما رح أرسم نور نفسه، رح أرسم مثل ما أنا أشوفه. هل هو طيب؟ هل هو خير؟ هل هو إنسان مثلا عنده براءة؟ عنده كذا؟ رح أرسم النور لكن بالطريقة اللي أنا أشوفه بها. يعني طبعا هي الرسمة تصير نفسها، ولكن الإحساس دي يختلف. نعم، بس من رح تجي تشوف صورتك رح تشوفها مش كاريكاتير، هذاك رسم آخر، لكن حتشوف أنت شكلك، لكن بالشكل اللي أنا دا أشوفك به. أنا إيش دا أشوف هذا الشخص؟ هاي من المدارس اللي أني كلش أحبها وأشتغل عليها. مثلاً أي شيء أني أشوفه بيئة بالبيت أريد أذبه أكبه بالزبالة، يعني عفواً أستخدمه باللوحة مالتي، أدخله باللوحة مالتي. تمام. أني هيك أحب هذا النوع. الأدوات البسيطة اللي هي ما لا يعني ما بنحتاجها بعدين بفن. بالضبط. برافو. أدخلها باللوحة. برافو. وأشتغلها على طريقة أني أوظفها بالمكان اللي أشوفه أنه هي لازم تتوظف بهاي النقطة أو بهذا اللون أو هاي الزاوية من اللوحة. فتطلع لوحة جدا جميلة ومميزة. لأن ما أحب أكون إنسانة، يعني أنا ما أحب حتى أرسم الواقعية والشناشيل. إحنا العراقيين مشهورين بالشناشيل. أنا رسمتها لما كنت طالبة، لأن مجبورة
عندي واجب أبدعت بها. لكن أيضا يعني من يجي كان أستاذي الله يذكره بالخير دكتور باسم علاوي من أكاديميين بجامعتي أكيد أوجه له تحية. هذا الإنسان كان فاهمني لما أجي أرسم ما كان يحاسبني إنه ليش ما رسمتيها فوتو ونقلتيها نقل مثل يعني أنا قلت له رسمتيها بإحساسك يقول لي خلاص أنت وظفتي اللون. في مرة من مرات مسحة هي كانت أنا رسمت لوحة فهي شناشيل. الشناشيل معروفة إنه هي شيء قديم معتق من أصل العراق القديم التراث القديم. أنا إجيت خليت كنبة أوكي والكنبة حطيت لها كوشات ملونة وعطيتها شعور إنه هي حديثة. تماماً. أجا بص على اللوحة قال أنا فهمت أوكي أنت رسمة جو هو لكن هاي الجبهة. تتنبأ في المستقبل. يعني كلش كانت موضوع فكاهي لأنه هو الموضوع أنا دخلت به شيء ما موجود أساساً بذاك الزمن. وظفته بطريقتي. هذا مبسط عن إنه الفنان يعبر عن ما داخله لأن هو شو يشوف يحط ممكن هو شيء مو بغير وقته يعني مو بزمانه مو مدرسته بس أنت توظفه لأن أنت شعورك تحس إنه هذا الشيء لازم ينحط. طيب نور كيف بدأتي مسيرتك في عالم الرسم؟ بلشت أنا عمري لهلا أتذكر عمري شيء 10 سنين أول مرة أرسم باحترافية. من عمر 10 سنين. في وقتها كنت طفلة والدتي متفاجئة بالموضوع ووالدي وصارت قصة كبيرة بالبيت إنه كيف نور رسمت مرأة عم تحلب البقر. تماماً. عم أحلب بقر ورسم المرأة بشكل بالملابس اللي إحنا نسميها التشراوية واللبس العربي العراقي البغدادي التراثي. تماماً. هاي الفكرة طبعاً يعني إجتني بوقتها أنا صغيرة كنت حلمانة بهيجي نظرة. أوكي. قعدت من إنه لزمت ورقة وقلم حتى كان الورق قلم رصاص عادي والورق كان أتذكر هلا ورق دفتر كتابة دفتر عادي جداً. المسطر. بالضبط المسطر. ورسمت بهالتقنية وضميتها خفت أحد يشوفها لا والدتي تحاسبني والدتي يعني كانت تطمح إنه أنا ما أكون فنانة يعني أكون شيء. أوكي. يعني أكثر لأن صراحة الفن بالعراق هو فن مطمور أو مجمور لنوعا ما لفئة من المجتمع ما إلى آخره. ما كان فيه له حرية. أكيد هذا الشيء منتهي منه إنه الفنان ما عنده الحرية اللي يعبر بها عن اللي يريده إذا عبر بالطريقة اللي ضد تقاليد المجتمع هاي مشكلة كبيرة. ففي وقتها ضميتها جت والدتي تدور بأوراقي اكتشفت إنه أني راسمة هذا الشيء رأسا أخذت الوالدي إنه شوف نور شنو راسمة هي صغيرة معقولة هاي مستحيل. خايفة تتعاقب. تقول لا أخاف نقل. قلها ما عندنا هيك لوحة أو صورة أو مجلة بالبيت حتى. فصاحوني حققون وياها. أعترفي منين رسمتيها؟ هاي شو رسمتيها؟ من وين جبتي هاي اللوحة؟ ثم أنا هيك بمخيلتي جتي ورسمتها. فكانت حديث ساعات يعني وأيام. كان بداياتك وأنت 10 سنين أول لوحة بترسميها وكانت بروفيشنال. بروفيشنال. بالنسبة لعمري كانت كلش بروفيشنال وأعلى من مستواي بكثير كعمر. فبعدين بلشت شوي شوي والدي ووالدتي بدأوا يشجعوني بهذا المجال شافوني عندي طاقات كل هواية مخزونة بس هم وقفوا بجانبي بعدين حتى لا يزالون مجالا تحية كمان الله يسلمك. فبلشوا يجيبوا لي الألوان وألوان هيك يعني إنه تخليني أشعر إنه لازم أرسم إنه لازم أشتغل فوالدي يشجعوا لك موهبتك وينموها بالضبط ويجيبوا لي اشياء اللي هي بالعمر يعني حتى اني استوعبها احبها اصنعها يعني اشتغل بيها اتعامل وياها مثل الباستيل الخشبي الوان مائيه هاي اوليات عملي بلشت بالباستيل والمائي والخشبي بعدين لما صرت معهد بلشت بالزيت والنفط الوان الزيتيه الوان زيتيه ايش رسمي مثل مثلا أني هواي أشياء رسمة أني بالنسبة إلي من أنا صغيرة عندي عقدة وكانت والدتي ضد هاي الفكرة إنه أني أرسم عرات شعوري رسمة يعني رسمة كبير من ضمنها حتى بالتخرج إحنا عندنا بسنة التخرج لازم ترسم مشروعك كان مشروعي عبارة عن لوحات ثلاثة هذه اللوحات الثلاثة عبارة عن صور لمرأة عارية لكن هي ان تنظر لها انت للوحة ما راح تنظر لها بنظرة يعني انه شيء خاطئ
أو شيء يوحي للجنس وإلى آخره. لا، اللوحة كانت تعبر عن أنه المرأة بالمجتمع العربي قاطبة هي عبارة عن جسد لا أكثر. أنا وظفت المرأة باللوحة أنه هي جسد ونايمة بطريقة إيحائية تعبيرية، واقف فوقها عصفور. هذا العصفور أنا أعبر به عن حريتها تماماً، أنه هي مقيدة، والعصفور ده يغرد لها أنه أكسري الحاجز وأطلعي. تماماً. واقف يمها هر أسود. أنا الهر الأسود استخدمته أنه هو الرجل العربي للأسف خط أسود استخدمته ووظفته أنه هو اللي يريد ينتهش لحم هذه المرأة، يريد جسد ينظر لها أنه هي فقط جسد، عقلها مطلعة أوت، رغم إن كانت مثقفة ومهندسة طبيبة أي إن كانت. وفعلا هذا الموضوع في مجتمع العربي بشكل عام، المرأة وين ما تتوظف تبقى هي لمجموعة ما مع بالعمل، هي محاربة، هي عيب، هي عورة. يعني قد ما كانت مهندسة دكتورة أي ما كانت وظيفتها ومستوى وظيفتها، خلص المرأة هيك عندك. هي هيك. هي طبعاً هذا كان تعبيري. ممكن المجتمعات، المجتمعات بالضبط. فقط بعض المجتمعات المتخلفة. بعض المجتمعات المتخلفة العربية. أنها أداة أو أن مثل السيارة مثل. بالضبط بالضبط، ينظر لها كمادة يستخدمها وانتهت، إلها صار إلها مدة صلاحية تنتهي. نور، ما الذي يدور بمخيلة الفنان حين يرسم لوحته الفنية؟ هذا الشيء ما تقدر أنت تحدده. ولا أني أحدده، أنا كفنانة ما أقدر أحدده، هذا مجرد هو عبارة عن شنو صار اليوم وياك موقف، إذا تعبر الشارع صار وياك موقف، أنت أخذت له صورة، لأن الفنان يعبر عن صور في ذاكرته، يأخذ صور لكل شيء، فهي صورة أجت باله شافها راح رسمها، جسدها بالفكرة اللي شعر بها. تماماً. مثلاً إنه مرأة كبيرة بالعمر إذا تريد تعبر ومثلا لقت شخص يساعدها، حتى راح تاخذها بنظر انسانيه، راح تروح ترسمها، ما راح ترسمها انه مرة تعبر، لا راح تعطيها فكره احساس. تماما. تكستشر مشاعر، شيء انت تريد توصله انساني للناس، فهو راح يفهموها على فكره. بس هاي تعتمد على انه اللوحه شنو نوعها، شنو مدرستها، طبعا هاي الاشياء هي تتحدد عن طريق لكن هو الفنان يعبر عن صورة، عن موقف، عن حلم، ممكن ينام يقعد حلمان يرسم شيء حلم بي. طب شو هي نظرتك بعد انتهاء رسم لوحتك؟ شو كيف تكون النظرة؟ أحياناً يهجبني يعني تندمي لأني رسمتيها أو تكوني فعلاً أحياناً أكون جداً سعيدة وأشعر أنه هذا مستحيل، هذا أريد أنفخ بيه روح حتى يحكي هالقد ما كان حلو وسعيدة بي، وأحيانا اللوحة تكون جميلة ونقادي يقولوا لي حلوة لكن أنا أمزقها. ما شعرتي فيها؟ وهواي ممزقة لوحات، كل شيء هواي ممزقة لوحات للأسف. طيب أنت لما تشوفي لوحاتك القديمة اللي راسمتيها تشعري بالحميمية هيك وبتتذكريها وبتحاولي ترجعي ترسميها؟ أشعر بشيء ما أقدر أوصفه. طبعا لوحات متقنة رسمة وحبيبتي أنت كنتي لكن قديمة. طبعا أنت اليوم من 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 تجي انت كفنان وتشوف شيء قديم وانت كنت مش بالتطور اللي هسه انت بيه، على فكره حتحن وتحب الشغل القديم اكثر من الجديد، ايش قد ما انت تقنت بهالفتره ووصلت انسان، صرت انسان خلينا نقول شبه تقني، لانه انت كل ما تكبر تتعلم. تماما. لكن لما نشوف الاشياء القديمه الوصف طفوله على براءه على 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 تجسيد الأشياء مبسطة بخطوط مبسطة، لكن هي واو، هي جميلة بشكل ما شاء الله. طيب نور، شو طموحك في المستقبل في مجال الرسم؟ شو هيك حابة طموحك؟ أنا إن شاء الله عندي معرض قريب بفيينا، ده أخطط له بفيينا أكيد أكيد بفيينا، وإن شاء الله إذا يعني سنحت لي الفرصة أنه أقدمه بأوروبا بشكل عام. المعرض
ما راح أنطي فكرته هسه خلص لكن هو عبارة عن أشياء أنا عشتها من أول ما طلعت من العراق لحتى وصلت على فيينا. طبعاً أنت هذا المعرض عم تحضري يعني عم ترسمي بترجع من أول وجديد لدك تشاركي لوحاتك القديمة؟ لا أنا راح أبلش بلوحات جديدة. اللوحات الجديدة مفكرة بحجم واحد بألوان حارة، ما حابة أستخدم الألوان الباردة أبداً. لمشاعر الصاخبة من نقلتي وعذابي من انتقالي من العراق لهنا شوية، يعني الكون النفسيات بها ضغط، يوم فرحانة يوم حزينة، يوم بدي أكتشف بلد جديد وحياة جديدة ومجتمع جديد. حابة أحكي عن المجتمع اللي أنا قابلته هنا، اللي شفت منه كل خير، يعني ما الإنسانية، الحب اللي يعبر قدامي. أكو أشياء خلتني عن جد خلتني أتشجع أرسم، إنه شخص يعبر قدامي يبتسم لي وأني لا أعرفه ولا يعرفني. هاي المسميات الإنسانية اللي أنا شعرت بها حابة أعبر بها بمعرض إن شاء الله شخصي قريب، وإن شاء الله أنتوا أول الحاضرين. إن شاء الله بنتشرف من نجاح لنجاح يا نور، إن شاء الله بتنالي اللي بدك يا. أصدقائي رح نروح الآن مع سارة حتى نشوف التقرير اللي أعدته ونرجع على الاستوديو، خلوكم معنا. Wien wird häufig als die Welthauptstadt der Musik bezeichnet. Dazu leistet auch der Chor Voices of Refugees seinen Beitrag. Hier treffen sich Geflüchtete wie auch Wienerinnen und Wiener, die Spaß am gemeinsamen Singen und Musizieren haben. Wir sprechen heute mit dem Chorleiter Kerem Sesen über dieses einzigartige Projekt. Wir haben begonnen am Anfang mit 50-60, dann hat das geschwankt teilweise bis 3 bis 5 Leute und jetzt suchen wir eigentlich immer wieder Kooperationen mit anderen Vereinen und der Schnitt ist so zwischen 10 und 20, würde ich sagen. Wir haben Leute aus der ganzen Welt dabei, von Afrika über Afghanistan, Iran, Irak, Syrien etc., türkischstämmige, aber auch Österreicherinnen und Deutsche genauso. Bei uns konnte niemand Farsi und Arabisch. Wir haben dann teilweise übersetzen lassen, teilweise konnte ich durch meine Muttersprache, die türkisch ist, mit vielen der Geflüchteten auch mich unterhalten, weil die Kinder zum Beispiel ja doch 2-3 Jahre auch in der Türkei verbracht haben. Mit Dolmetscher ist es dann gegangen und mit der Zeit durch die Deutschkurse, die Geflüchteten besucht haben, ist es dann auch immer besser gegangen. Ich denke mir auch, dass wir von denen sehr viel lernen können und ich habe einfach mal die Geflüchteten Volkslieder aus ihren Ländern singen lassen. Und so haben wir zum Beispiel das Lied Sarsa Mine Man, meine Heimat, dann gehört, wo einer vorgesungen hat. Und da haben alle mit eingestimmt, von Afghanistan bis zum Iran, weil es doch dieselbe Sprache hat. Und ja, so waren wir auch einmal vor die Herausforderung gestellt, mal ein Lied auf Farsi zu singen. Und so, ich würde da keine Grenzen setzen und alles von Jazz bis Klassik ist da möglich. Es kommt zu einem Austausch der Sprachen, jeder singt ein bisschen anders, jeder hat andere Interessen und Vorlieben. Und dann natürlich auch die Tongebung, also wenn ein Araber bei uns im Chor oder jemand aus Syrien was anstimmt, dann hat das so Mikrotöne, die in unserer Oktave gar nicht vorkommen. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn ich es hart sagen will, sogar vielleicht falsch, aber das Intervall, der Oktav, ist einfach nicht in 12 Teiltonschritte wie bei uns unterteilt, sondern ist feingliedriger. Und deswegen braucht man auch ein bisschen Zeit, um sich da an dieses Tonsystem zu gewöhnen. Also vielen merkt man schon an, dass sie irgendwo traumatisiert hierher kommen, beziehungsweise eine schwierige Flucht hatten. Von Körperspannung über Mimik, über die Qualität der Sprechstimme, bis natürlich zur Singstimme. Und dadurch, dass ich das Singen immer auch als was Ganzheitliches sehe, wo Körper und Geist integriert wird, damit die Stimme gut folgen kann, machen wir Übungen von Kinesiologie über Yoga, über Tai Chi, Atemtraining, Gymnastik, sodass einfach am ganzen Körper und vor allem auch am Geist gearbeitet wird, damit die Stimme gut folgen kann. Also der positive Effekt ist eigentlich immer der, dass man 2 Stunden später energetisierter und aktiver und freudiger wieder aus der Chorprobe rausgeht.
Wir haben schon einiges gemacht, meistens in Kooperationen. Da ist zu nennen zum Beispiel das Chorfestival vom Chorforum Wien. Wir haben einmal in der KPH, das ist die christlich-pädagogische Hochschülerschaft, mit anderen Chören gemeinsam gesungen. Es hat einen namhaften Geiger gegeben, den Juri Rewitsch, der ein internationaler Solist ist, der uns in seine Serie Friday Nights eingeladen hat, zu singen. Wir hatten im Rathaus einen Auftritt, wir haben mitgewirkt beim größten Weihnachtschor Wiens mit einem Weihnachtslied. Und heuer sind eben Weihnachtskonzerte in der Burg Ottenstein, also auch auf der Schallerburg, die wir da bringen werden. Also vielleicht einfach kurz in ein paar Sätzen, wie diese Schritte dann auch wirklich waren. Also das erste Mal, damit es überhaupt dazu gekommen ist, sind 3-4 freiwillige Sänger mit mir gemeinsam in Flüchtlingsheime gegangen, haben die Organisation gebeten, die ganzen Geflüchteten in die Mensa zu holen. Wir haben dort ein bisschen gesungen für die, teilweise mit denen gesungen und geklatscht und so halt Werbung für das Projekt gemacht. Für mich war es sehr erschütternd zu sehen, wie die Leute untergebracht waren in Wien, wie das ist, wie die zu 6, zu 8 in so Zimmern mit Stockbetten etc. untergebracht, also in der Erstaufnahme untergebracht sind. Und das war einfach immer meine Motivation, dass ich irgendwo von Greenpeace-Aktivisten bis diese Westbahnhof-Bewegung eigentlich immer auch helfen wollte und da etwas gesehen habe, wo ich effizienter helfen kann, weil ich wäre vielleicht nur ein drittklassiger Greenpeace-Aktivist geworden und so kann ich halt in meinem Berufsfeld, wo ich eh zu Hause bin, mit denselben Mitteln, mit demselben Aufwand viel mehr bewirken. Zum anderen möchte ich sagen, die Idee, dass das ein Chor nur von Geflüchteten ist, die haben wir angepasst mit der Zeit. Es sind dann eigentlich sehr viele von den Hilfsorganisationen, vom Roten Kreuz über Deutschlehrer, über Leute, die auch überzeugt sind von Hilfsorganisationen, dazugekommen und deswegen ist das ein gemischter Chor geworden, wo die ganze Welt drinnen singen soll und kann. Und das heißt, dass wir natürlich auch Deutschkurse versuchen zu organisieren über Spaziergänge im Leinzer Tiergarten, über Picknicks im Stadtpark. Passiert einfach sehr viel auch Außermusikalisches. Und wenn man dann wirklich mal die Geschichte, wie jemand flüchtet, live von einer Person hört und nicht einfach nur aus den Medien, dann hat das nochmal einen ganz anderen Impact bei einem selbst und man weiß einfach noch mehr zu schätzen, was man hier eigentlich hat und in welchem Luxus wir leben dürfen. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Und der Voices of Refugees Chor zeigt, wie sehr Musik Kulturen verbinden kann. Die Gruppe probt jeden Donnerstag in der Evangelischen Auferstehungskirche im 7. Bezirk. Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم. نتشكر سارة على ما قدمته هي وسلمى. إن شاء الله بنشوفكم في حلقة تانية وأنا مني. السلام عليكم.